الو ايه حبيبي، ليش ما عم ترد علي؟ صار لي ساعه عم بقلك بالتصوير. يعطيك العافيه. طب شو مشان المساء؟ الو الو، مشغوله شي؟ لا، فيني اقعد؟ ما قعدتي. شو بك، ليش عم تطلع فيني يا بنات؟ نور ووائل رجعوا على الامم بعض. ليش لساتها مصره تروح على الديفيلي؟ قصدك الحفله؟ لك ايه بس وائل بده اياها تروح مع مرت رفيقه على السوق. كنتي عم تنصتي عليهم؟ لا طبعا، صوتهم كان واصل لاخر الدنيا وانا بالحمام سمعانتهم. بس ما بصير تخجليني مع مرت رفيقي، يعني المخلوقه كثير حابه تتعرف عليكي. ايه انا ماني حابه اتعرف عليها، بس انت ما عادش تخجلني مع رفيقتي. ما لك يا حبيبتي، كلهم هالساعتين بتنزلوا بتغيروا جو بتتسلوا وبتحملي حالك وبترجعي. والله يا حبيبي ماني عملت لك دليل سياحي انا. نور نور، ليلى عارضه ازياء، يعني عندها 100 ديفيلي بالمستقبل. اما المخلوقه اول مره بتجي على البلد وبيجوز بعمرها ما تعيدها. ايه مو شغلتي انا حبيبي. بعدين والله قلت لحالي فرصه، انا بتنزلي هيك بتعملي لك شويه شوبينج، بتشتري شويه ثياب. ايه والله مليت تشوفك بنفس الثياب دائما. بالله حبيبي مليت تشوفني؟ ايه طبعا. عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد. وهي 10000 ليره على الحاره. ايه ضد مصاريك. مليت تشوفني بثيابي؟ مليت من ثيابي يا وائل؟ ايه ماشي بسيطه يا وائل، انا بفرجيك الا اذا بتلقى. انا اللي بلقى. ايه ضبهم ضبهم. عم بقول لك ضبهم. هي مرت رفيقك بتحكي فرنسي؟ لا ما بتحكي غير انجليزي. طيب هي انا كيف بدي اتفاهم معها؟ يا حبيبتي انتوا نازلين تشتروا ثياب، شو لقاء دبلوماسي؟ ميديان قلنا قصتك. طيب اذا حكيت لكم ما بتقولوا لحدا؟ بيرغمي وحياتي. ونحن التنتين اصلا ما بنحكي لحدا، اكثر تنتين ما بنحكي. طيب انا حابه. ايه لا يومو. طيب قلي ايمتى الموعد؟ اليوم الساعة 6، وانا كنت حابب انزل معكم بس تعرفي عندي موعد مع دكتور اسنان. ايه دخيل دكتور اسنانك انا. ماشي كرمالك، بس كرمالك ولا اذا بتلقى يا وائل. لك تقفشي قلبي شو بحبك. عفوا عفوا بس. الو كيفك استاذ وليد؟ شو كرسيه؟ لا انا قلت لك بدي 4 كراسي، هن الجايين 4 صبايا. شو يعني بدهم يقعدوا بحضن بعض؟ والله مو منطق. اذا بتريد دبرها. ماشي شكرا. اكيد اكيد جايين 100%. ولو اوكي شكرا. ما بتتصوروا قديش حاببته. هذا هو.